هم طبعا مشكله صعبه جدا، وبالذات في الصيف كمان لما دخل ما بنقدرش نتنفس، ما بنقدرش نقعد، بنقفل محلاتنا علينا من ريحه الكمامه. وفي نفس الوقت الحي بيجي مره كل يوم او كل يومين، طب لما بيجي كل يوم او كل يومين بيجي بيلاقي عربيات الموقف واقفه قدام الكمامه، ما بيعرفش يشيل الكمامه، فبيضطر ايه ياخد مثلا اللي بيقدر عليه ويسيب الباقي، والناس بتيجي كل يوم ترمي الكمامه. فلو الحي نظم نفسه، لو جه مره مثلا الصبح بدري او مره بعد العصر بعد ما الموقف بيخف شويه، هيقدر يشيل الكمامه كلها، او جاب العربيه بتاعه الحي نزلت على الشوارع الفرعيه اللي بتيجي ترمي الكمامه كلها، بترجع هنا للدراسات للشارع الرئيسي. لو دخل على المنطقه الفرعيه على كل شارع عدى، كل واحد هياخد من قدام كل بيت الكمامه بتاعته، كانت المشكله هتتحل. انما المشكله للاسف ما بتتحلش، وبل بتزداد، والصيف داخل، وبعدين الامراض موجوده والاطفال والكلام ده، دي مشكله كبيره بتقابلنا ومش لاقيين لها حل. هي طبعا زادت عن الحد، بالذات في الشارع الحيوي دي بتاع الدراسات اللي هو خارج منه شارع عبده معروف، والمنطقه دي تعتبر من اكتر الاماكن اللي هي العشوائيه او المزدحمه بالسكان. المنطقه دي هم جم من فتره كده وخدوا باكيه من كل موقف، وبداوا يجمعوا فيها الزباله. تجميع الزبالة ممكن هم الناس زادت وكمية الزبالة زادت، بس هم المشكلة في ان هم يجوا ياخدوها. وقت ما هم بيجوا ياخدوها ناتج على كده ان هم في الوقت اللي بيجوا ياخدوها فيها بتحصل هنا تكدس في الشارع، لان عم يطلعوا العربيات وياخدوا الزبالة ويطلعوها والحاجات اللي زي كده. دي اكبر مشكلة. الحاجة التانية ان هم عادوا بيعتمدوا اكتر على الناس اللي هم اللي بيلموا الزبالة. الناس اللي بتلم الزباله دي طبعا بتنزل تاخد الكراتين، تاخد البلاستيك، تاخد الحاجات اللي زي كده، ما بتاخدش هي ليه بقيه الزباله الباقيه بس. فهو المفروض او اللي احنا بنطالب بيه ان البلديه يكون مستواها اكبر من كده، يكون تعدادها اكبر من كده، تنزل تشوف الاماكن الحيويه اللي زي شارع عبده معروف، زي شارع الدراسات. اخر شارع الدراسات ده اكبر مشكله، اللي هناك السوق بتاع اللي هو بيسموه سوق كفر برماس، ده سوق الفاكهه والخضار والكلام ده، ده طبعا يوميا طالع منه زباله تترمى في نص الشارع. فهو بنطلب يعني هو ان كان على الحكومه او ان كان على البلديه نفسها مشكله، ففي مشكله على الناس ذات نفسها، مشكله في الشعب نفسه ان هو ما عندوش ثقافه ان هو يكون صندوق الزباله جنبه، يسيب صندوق الزباله ويحط جنبه، يعني ما فيش عنده ان هو يروح لغايه الصندوق ويحط، او لو الصندوق استكفى ما يروحش للصندوق التاني ويحط في الصندوق التاني، لا هو كله بيعمل الاريح ليه ومش الاريح لمصلحه البلد. تجمع القمامه بيعكن اولا عند اطفال، الناس نفسها الزبون لو جاي بيجي يقف قدام الحاجه بيلاقي الريحه او بيلاقي الدبان او الكلام ده بيقوم ماشي، فده برضو بيقلل على الرزق عندنا. واحنا عندنا هنا الايجارات بناخدها عاليه، ايجاراتنا عاليه، وفي نفس الوقت بننظف باستمرار وبنرش ميه باستمرار بحيث المكان يفضل نظيف، بس للاسف يعني هم بيجم الموقف العربيه بتقف صف ثاني وثالث ورابع. بعد 25 ما كانش فيه، يعني بعد 25 ما كانش، هي كانت قبل 25 ما كانش فيه مستوى الزباله اللي موجوده دي. قعدت فتره من 25 لغايه 30 كده، يعني عشان الظروف بتاعت البلد وكده والاعتصامات والحاجات اللي بتحصل دي. فدي كانت مشكله ان هم ينزلهم وان هم يكونوا موجودين، وزي ما حضرتك عارف يعني بعد 30 يعني الى حد ما بداوا يجوا وبداوا يشوفوا حلول، بس الحلول دي حلول مش فعليه، بدليل ان هم ياخدوا باكيه من الموقف ويعملوها للزباله. طب ما الباكيه بتاعت الموقف دي مش في وسط الناس، يعني كفايه الريحه بتاعتها هم بيشيلوها زي ما الاستاذ كان بيقول من شويه. والله احنا بنشوف هم بيجوا مره بس بيجوا ما بيعرفوش شيء، يعني بيشيلوا منطقه ويسيبوا منطقه، ما بيقدرش يجي يلم من جزئيه. وبعدين الحلول لها حلول، الحلول اللي الناس بترمي فين؟ بتجيب من الشوارع تيجي هنا، لا انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا اجي اشوف المناطق ديت احط في كل شارع مثلا ولو مكان يتجمع فيه القمامه والعربيات تيجي تشيله على طول. او ان انا اول باول انظف بحيث ان انا ما اسيبش اثار، انما لو بصيت على الشارع وصورت هتلاقي منظر صعب، بني ادمين ما يعرفوش يعيشوا فيه، البني ادمين. نتعشى من الفتره اللي جايه ربنا يسترها معانا والبلد تتغير.